معنا الجماهير اللي غادي تفرج في الفريق الوطني اللي غادي يخوض واحد المقابله نعتبروها مصيريه في هذا الدور هذا، اش يمكن لك تقول لنا على المنتخب الوطني المغربي؟ ان شاء الله هذه المباراه تكون فوز المنتخب الوطني شي 2-0 ان شاء الله. 2-0 مربوحه ان شاء الله. مربوحه ان شاء الله. شكون اللي عطاكم هذا التوقع؟ يعني بان الكره كنا بغينا المغرب بالكره كاس العالم، شفنا شي حاجه ما شفناهاش، ما فهمتي الكره ما وكاس افريقيا وصلنا شي مرتبه ان شاء الله. باش تعادل مع المنتخب ان شاء الله، باش تعادل مع المنتخب صبر اليوم بجوج لجوج يحيدوك بيت الاخراني وخفيف. بالنسبه للظهور ديال الفريق الوطني المغربي في اول مباراه، يعني ربما ما كانش في ذاك المستوى اللي كنتوا كتعرفوا عليه لولا الخطا ديال الدفاع اللي سجل ضد مرمى. يعني واش هذا ما كيتحكمش على ان غتكون المقابله صعبه بالنسبه للفريق الوطني؟ لا انا منتخب كوت ديفوار قوي شويه، ولكن واش حيت فايتين غلبناه وتعادلنا مع شمره، هذا هو الترجيح. اذا نتمنوا الفوز للفريق الوطني المغربي وحظ اوفر. نخليكم غتفرجوا فين، في القهوه ولا فين؟ اذا تبارك الله عليكم، مع السلامه. ديما مغرب، الى اللقاء.